يعني لما يهان الإسلام ولا تحرك أحد أسوأ من إهانة الإسلام. فرنسا التي أساءت لرسول الله يوم الجمعة الماضي، أمير قطر يرسل إليها إعانة للشباب العاطل مئات الملايين من الدولارات وكأنه يكافئهم. لك الله يا رسول الله. حكم من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحكم منتشر، حكم ده منتشر ولم يذكر على لسان أحد من الدعاة إلا فيما ندر، رغم أن ابن تيمية ألف فيه كتابا مئات الصفحات تخطى 600 صفحة، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه عشرات الأدلة من القرآن والسنة، ونقل إجماع الصحابة والسلف الأول على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل مسلما كان أو ذميا أو كافرا. بل يسب النبي حكمه إيه؟ القتل. لما؟ قال ابن تيمية: لأنه لو كان مسلما ارتد بسبه والمرتد يقتل. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجمع. وإن كان ذميا معاهدا أو معاهدا، كلاهما في الفقه صحيح، لو كان معاهدا سبه للنبي نقض للعهد ونقض عهده يوجب قتله. ذمي نصراني يهودي خد علينا عهد بحمايته بشروط ألا ينقض هذا العهد، من إما يسب النبي بعمل إيه؟ نقض العهد، نعمل فيه القتل. ده بلطجة وإرهاب وكباب ولا حكم الله؟ ابن تيمية جاب الكلام ده منين؟ من القرآن ومن السنة. من ضمن استدلالات ابن تيمية الآيات التي قرأ بها الشيخ في صلاة العشاء: صليتوا معنا ولا كنتوا في جامعة تاني؟ طيب. قال الله عز وجل في المنافقين بعد ذكر أذاهم لرسول الله ولله: إن الذين يؤذون الله ورسوله. قران أذى النبي بأذى ربك العلي إشارة إلى أن من يؤذي رسول الله يؤذي الله. فهم حاجة؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله، الواو دي تفيد الاشتراك في الحكم. نجح محمد وعلي، نجح محمد فإن محمد نجح. طب عرفت منين إن علي نجح؟ من الواو. الحكم إيه؟ قال ابن تيمية: الواو العاطفة التي تفيد التشريك في الحكم أفادت أن سب النبي كسب ربنا العلي، بل قال ما هو أعظم، قال: من سب النبي لا توبة له، ومن سب الله له توبة. لما الشيخ ده احنا بتعقيه هتحط النبي فوق ربنا؟ قال لك لا، اتعلم. قال: لأن الله لا تلحقه بالسب معرة، فهو الذي قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. أما محمد بن عبد الله فإنه صلى الله عليه وسلم بشر تلحقه المعرة، يعني لما يهان الإسلام ولا يتحرك أحد أسوأ من إهانة الإسلام، مدرك؟ أما تستهين بمن استهان حينما لا تتحرك للرحمن، حينما لا تتحرك للنبي العدنان، حينما لا تتحرك لإهانة القرآن. اللي جرى في رمضان مش جاب الراجل قطع المصحف وحطه تحت رجله وحطه في السلة؟
مش جابوا الراجل اللي ضرب عليه النار والراجل اللي تبول عليه والراجل اللي حطه عملته ايه؟ ما عملناش حاجه. رؤسائنا عملوا ايه؟ قيادتنا عملوا ايه؟ قيادات الامه الاسلاميه عملوا ايه؟ ولا حاجه. اخرنا كلام كلام، اخرنا كلام، حتى لو علي الكلام اسمه كلام. في رئيس طرد سفير او استدعى السفير بتاعه، في رئيس اعلن المقاطعه. امريكا قامت مشكله بينها وبين قطر بسبب ابن الامير، مسكوه في مكان وحش سكران وعمل مشاكل وزنى واعتدى وعور بتاع قطر، قلب الدنيا. وابنه ترحل في طياره في خلال 24 ساعه. غضب لابنه المسيء وما غضب لرسول الله. وصلت لحد المقاطعة. فرنسا التي أساءت لرسول الله يوم الجمعة الماضي، أمير قطر يرسل إليها إعانة للشباب العاطل مئات الملايين من الدولارات، وكأنه يكافئهم. الكلام ده امبارح. امتى عمل حد؟ امبارح. سب النبي صلى الله عليه وسلم، بيبعت احد رؤساء الدول الاسلاميه بيبعت ايه؟ فلوس. ربنا يوفقه، ربنا يعينه، بيعينهم. انت فاهم حاجه؟ حاسس بالتناقض؟ ان المفروض مقاطعه اقتصاديه ده اعلان حرب، ان الذميه لو سب الحبيب النبي نقض العهد يعلن الحرب عليه، وساعطيك الدليل من القران والسنه. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. اللعن في الدنيا الطرد من الحياة بالموت، وفي الآخرة الطرد من الرحمة بالنار والحرمان من الجنة. بعدها بشوية بيقول ملعونين أينما سقفوا. ها ها، يعني إيه سقفوا؟ من إما تلاقيهم، من إما تعتر فيهم. ها، أخذوا ها وقتلوا تقتيلا. عشان عملوا إيه؟ عشان آذوا الله ورسوله. ده حكمه. أدلة كثيرة من القرآن ذكرها ابن تيمية، ده دليل ذكرته لأن الشيخ صلى به. من السنة بقى، مش هستدلك غير بالسنة الفعلية. السنة اللي إيه؟ يعني واحد سب النبي إيه اللي جراله؟ قتل. عشان ما يجيش الشيخ بايع دينه، بايع دينه ويدلس عليه. وما أكثره هم يقولون محمد مات، محمد خلف بنات، وكنا نستطيع أن نقول لهم لا والله محمد ما مات وما خلف بنات، إنما خلف رجالا أطهارا قادوا الدنيا في الحياة وبعد الممات. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما مات، محمد حي بسنته وبشرعته وبأتباعه الذين يقيمون سنته وينهضون برايته. النبي ما ماتش صلى الله عليه وسلم. النبي حي فينا بسنته، حي فينا بشرعته وتربيته لنا على كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. نقدر؟ كنا نقدر. تقدر تقاطع المنتجات الغربية والأمريكية؟ لو ما ركبتش العربية الهامر هيجي لك شلل؟ لو ما ركبتش البي ام دبليو هيجي لك عجز؟ نقدر نقطع الاستيراد من السيارات؟ السيارات اللي عندنا تكفينا؟ لو ما ركبتش موديل السنة هيجرى لك حاجة؟ مش هتروح مشوارك؟ رد. نقدر نقاطع الاستيراد؟ العربيات اللي عندنا لينا مكان نركنها فيه؟ الشقة فيها ثلاث أربع عربيات، الراجل عنده عربية والولية عندها عربية والبنت عندها عربية والولاد عنده عربية. اللي بيلاقي مكان يركن فيه العربية حاسس إنه لقى الإيه؟ صح؟ مش في جراشات مش لاقي فيها مكان؟ ده عندنا في عين شمس والناس اللي مش لاقية تاكل دي. في مصر الجديدة ومدينة نصر مشكلة. أقل شقة فيها ثلاث أربع عربيات. لو أوقفنا الاستيراد الحياة هتقف؟ الجبنة الكونكورد المعفنة دي لو ما اكلتهاش هجرى لك حاجة؟ لو بطلت استيراد العفانة من عندهم هجرى لك حاجة؟ لو كلت الجبنة القريش بدل الجبنة
مش عارف بيسموها ايه، هيجرى لك حاجة هتموت. نقدر نقدر نفطم أنفسنا عن منتجات أعدائنا غضبة لنبينا؟ وإن حدث فهي حيلة العاجز. اللي انت شايفه كتير ده والحكام مش هيقولوا والمقاطعة الاقتصادية والسياسية وطرد السفراء وسحب السفراء، ده كله مش غضبة للنبي، ده اسمه ايه؟ حجز. واحد شتم ابوك، قال ادبه على ابوك، هنا ابوك وفتح سوبر ماركت، قمت انت جيت على الملأ، طب اقسم بالله طالما انت راجل قليل الادب وشتمت ابويا والله ما انا مشتري منك حاجة. يا سبع، يقولوا عليك ايه؟ هنا ابوك وشتم ابوك في الشارع وبهدله، هتيجي تعمل ايه؟ لا ده ابويا، الا ابويا، ده انا اجيب رقبته، ده انا ما حضرتك ما عملتش حاجه من دي خالص. قلت له طب ايه رايك بقى ان انا مش هشتري من السوبر ماركت بتاعك حاجه؟ يقولوا عليك ايه؟ هو ده اللي احنا بنقول عليه، يعني ده عجز. اللي انت شايفه كتير ده اسمه ايه في لغه العقل؟ عجز. هو لما المجلس العسكري واحد شتمه مش يتحول للقضاء؟ الدكتور مرسي لما شتم واحد ومعاه حق مش يحوله للقضاء؟ وكنا زعلانين انه ما انتصفش منه. طب والنبي خير من ملء الارض من مثل الدكتور مرسي، صح؟ انت خايف ولا ايه؟ النبي خير من كل حكام الارض ومن كل من على الارض صلى الله عليه وسلم، واهل الارض يجب عليهم ان يفتدوه بارواحه. الوحيد اللي تقدم نفسك للقتل دفاعا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد شج رسول الله وكسرت رباعيته وضرب على عاتقه ضربة شكى منها شهرا وسال الدم من أنحاء متفرقة من جسده. لما اجتمعوا على رسول الله ترس طلحة بجسده على رسول الله، ارتمى في حضن رسول الله، صدره لرسول الله وظهره يقي السهام عن رسول الله. تأتيه السهام القاتلة من كل صوب وحدب ولا يتحرك، بيموت، سيف يجي على ظهره، خنجر يجي في ظهره، سهم يجي في ظهره، حربة تيجي في ظهره، اللي يجراله ما يتحركش، يفدي رسول الله بنفسه. وهو أحد تسعة حول رسول الله، لما اجتمع المشركون على رسول الله ما كان معه إلا تسعة، سبعة من الأنصار قتلوا جميعا واثنان من المهاجرين سعد وطلحة رضي الله عن الجميع. سعد يرمي بالنبال وطلحة يترس بجسده على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: كنت أول من فاء إلى رسول الله في أحد. الناس اللي كانت في المعركة ورجعت للنبي، أول واحد جه من المجموع غير التسعة دول، سبعة ماتوا واثنين قاعدين. قال: أتيت من بعيد فرأيت رجلا مترسا بجسده على رسول الله، فقلت: كن طلحة، كن طلحة. فلما اقتربت كان طلحة، فلما اجتمعنا حول رسول الله قال النبي: دونكم أخاكم فقد أوجب. أوجب لنفسه الجنة. وقال: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر لطلحة. قال: حملنا طلحة فإذا به تسع وثلاثون، وفي رواية وثمانون طعنة قاتلة تلقاها في ظهره فداء لرسول الله. فحملناه والدماء تسيل منه ومن رسول الله، وتحركنا برسول الله إلى مكان بعيد عن المشركين. وأراد النبي أن يعلو صخرة فما استطاع، هيطلع فوق صخرة عشان يبعد عن المشركين، ما قدرش. في التوقيت ده النبي عنده 56 سنة صلى الله عليه وسلم. فنزل طلحة تحت رسول الله فنهض به فوق الصخرة. هذا الذي استوقفني. النبي قال: دونكم أخاكم، أخوكم بيموت، 39 طعنة قاتلة، أنت لو بتتخانق وكانت مطوة في جنبك بتعمل إيه؟
تركن على جنب. ده 89 طعنة في رواية 39 ورواية 89 قاتلة بأبي أنت وأمي يا طلحة، أفيك رمق لتحمل رسول الله بعد ذلك؟ إنها ليست قوة بشر عادية، إنما قوة إيمان فولاذي تصهر الجبال والحديد. في الوقت ده النبي بيقول: هل من رجل ينظر لنا سعد بن الربيع أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ حد يشوف لنا كده سعد بن الربيع عايش ولا ميت؟ إن وجدت به رمقا فقل له إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك يا سعد كيف تجدك؟ أنت عامل إيه؟ فرحل الصحابي إلى سعد فوجد به رمقا فقال: يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك؟ فقال سعد: وعلى رسول الله مني السلام، قل لرسول الله إن سعدا يجد ريح الجنة. شمب ريح الجنة، يموت شهيدا يشم رائحة الجنة، رأى مقعده من الجنة. موطن الشاهد والقصة كلها شواهد. قل لرسول الله إن سعدا يجد ريح الجنة. اللهم بلغنا جنتك يا رب. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة